تكريسا للجانب العملياتي المنتظر من اتفاقية الشراكة، فقد تمت برمجة زيارتين لوفد المجمع الطبي الإيطالي، الأولى إلى العيادة المتخصصة في الجراحة القلبية للأطفال ببوسماعيل للوقوف على آخر التحضيرات للقيام بعمليات جراحية على مستوى هذه العيادة لفائدة 10 أطفال بداية من الأسبوع المقبل بحول الله، أي ابتداء من 26 مايو ولمدة أسبوع.